السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بالخير واليمن والبركات. على بركة الله وتوفيقه انطلق موسم سباقات الهجن العربية الأصيلة موسم 2024-2025 هنا في ميدان الشحانية في ميدان التحدي، حيث بدأ هذا السباق المحلي الأول بأشواط مميزة كانت في البداية مع سن الحقائق وصولا إلى سن اللقاية، ثم تتواصل لغاية سن الحيل والزمول، وبذلك تكون ضربة البداية لموسم جديد نتمناه إن شاء الله أن يكون موفقا على الجميع في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين التي توليه قيادتنا الرشيدة لهذا الموروث العربي الأصيل، ومنها رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة التي انطلق موسمها بهذا السباق المحلي الأول، وتتواصل بعد ذلك السباقات المحلية في هذا الموسم الاستثنائي الذي سيشهد الكثير من الأمور المميزة إلى جانب المهرجانات الكبرى التي اعتدنا عليها، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، ثم مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ثم يختتم الموسم بالمهرجان الأكبر والأغلى مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. للحديث أكثر عن بداية هذا الموسم وعن تحديات السباق المحلي الأول يسرني أن أستضيف كوكبة من نجوم برنامج الريس من المحللين الفنيين فهد بن مبارك بن حباب الهاجري وفهد بن علي المهندي وحمد بن علي بن جرحب ومبارك بن حمد بن ترحيب الهاجري. يا مرحبا بكم جميع ونبارك لكم جميع أيضا انطلاقة هذا الموسم. الله يبارك فيك. الموسم فهد ابتدأ بأشواط سن الحقائق مثل ما جرت العادة، دائما البداية تكون مع هذه الفئة العمرية. شهدنا مشاركة خليجية في هذا السباق المحلي الأول. ميدان الشحانية هو ميدان الجميع ويفتح أبوابها أمام الجميع، وبالتالي كانت بداية موفقة، والدليل على ذلك قوة المستوى الفني والتوقيتات الزمنية. نعم، في البداية مسي عليك بالخير وعلى أخواني المحللين ومتابعين قناة الريان. الحمد لله رب العالمين، بدأت انطلاقة هذا الموسم بداية موفقة من مسافة 2 كيلو لسن الحقائق، وهي المسافة المعتادة للمشاركين كبداية موسم لهذه الفئة العمرية. شفنا بداية الانطلاقة بداية موفقة، التوقيتات الزمنية كانت حاضرة، توقيتات مميزة وحضور مميز، وكان هناك تنافس من قبل المشاركين على حضور النوعية والتوقيت الزمنية اللي كانت حاضرة خير دليل. شفنا نوعيات مميزة حضرت كان لها حضور في المشاركات الصيفية السابقة وسواء داخل الدولة أو خارج الدولة، وكانت حضرت حضور مميز. بداية هذه الانطلاقة كانت مع الأشواط المفتوحة لأصحاب السمو الشيوخ، وكانت شفنا منافسة في شعارات أصحاب السمو الشيوخ للأمتار النهائية. ممكن بعد استعراضنا للأشواط راح يتبين لنا المنافسة اللي شفناها كانت حاضرة، وكذلك في الإنتاج اليوم الأول أبناء القبائل كان لهم حضور مميز وتوقيتات زمنية مميزة. كسر حاجز ال50 في الأيام المفتوحة اليوم، وكسر حاجز ال50 ليس بالبسيط بمسافة 2 كيلو في بداية الموسم. نعم، مثل ما قال فهد التوقيتات الزمنية تسجلت 48-49. فهد هذا دليل على أن هذا الموسم مثل السنوات الأخيرة نشهد في كل موسم أبو مبارك نشوف أن في سباق ضد الزمن، كسر للأرقام الزمنية، كسر للأرقام القياسية، وميدان الشحانية يمكن من أكبر الميادين اللي يشهد هذه المنافسات القوية. بداية أسعد الله مساءكم أخواني الحضور ومشاهدين الكرام عبر شاشات قناة الريان. أبو محمد، انطلق المحل الأول في يوم 21 سبتمبر لعام 24. شفنا وشهدنا منافسات قوية، ولكن نقول إلى أين أنتم ذاهبون يا ملاك الهجن؟ نعم، شاهدنا توقيت مميز في صباح اليوم 2:48 في بداية الموسم من مسافة الكيلوين، يعني غريب توقيت مميز في مثل هذا الوقت، خصوصا إحنا ما زلنا في فترة الصيف. بداية الموسم أهل الهجن في تطور من ناحية السلالات ومن ناحية الضمار ومن ناحية كذلك الأخوة القائمين في اللجان منظمة سباقات الهجن اللي عدوا الميادين على أحسن إعداد. وشفنا اليوم توقيت مميزة يمكن نشهدها المرة الأولى في بداية الموسم. يمكن شفنا في سباق المفاريد تحقق هذا التوقيت، لكن مع مطية نوع حدث احنا كذلك اليوم نشاهد توقيت 50 49 48 51 52. المطية اليوم اللي تجيب تكسر حاجز الثلاث بثانية أو تجيب ثلاث يمكن ما تلاقي رقم، ما تحصل رقم، ما تحصل رقم. وأعداد ما شاء الله نشوف الأشواط تنطلق ب 50 60 مطية، فندل هذا دل على الاهتمام والدعم اللامحدود لهذه الرياضة، وأيضا ثقة المشاركين في ميدان الشحانية. حمد، موسم استثنائي ينتظر ملاك الهجن ولله الحمد. هذه الرياضة تحظى بالدعم الكبير. اليوم احتفلنا بانطلاقة هذا الموسم اللي بنواكبه بعد شوي وبنتابع وبنشاهد أشواطه، ولكن حمد دائما في كل موسم نجد الزيادة العددية في المشاركين، نجد كسر الأرقام القياسية، وهذه كلها أمور مبشرة تعطينا دافع ومحفز لأن نستمر أكثر وأكثر بالاهتمام بهذا الموروث. نعم أبو محمد، نبارك لأنفسنا ولملاك الهجن بداية الموسم، وفعلا مثل ما تفضلت موسم استثنائي. يمكن مؤشرات الموسم هذا بانت عندنا من مركاض المفاريد عندنا اللي أقيم ميدان الشحانية، كذلك ميدان استثنائي. ميدان الشحانية اليوم مالك الهجن اليوم يتجنب مشاركة في ميدان الشحانية في بداية الموسم لما يحظى بهذا الميدان من قوة المشاركة، قوة المنافسة فيه. اليوم ما يجي خليجي مشارك ميدان الشحانية إلا مستوى الجهوز عند مطياه عالي، لأن الميدان يحتوي نوعيات ممتازة، دائما تسجل فيه التوقيت مميزة. الدليل أكبر دليل أن شفنا التوقيت الزمنية تكلم عنها قبل شوي بمبارك، أن التوقيت الزمنية شفناها تحقق التوقيت الزمنية. شفنا تطور في سن الحقائق عندنا في ميدان الشحانية اللي ساهم فيه مهرجان المفاريد، شفنا التوقيت الزمنية حضرت صح، سواء كان عن طيبة الذكر حدث اللي لحد الحين ما تسجل توقيتها في حتى في سن حتى بعد ما تجمعوا الناس وجايين كلهم ما زال التوقيت توقيت حدث. كذلك توقيت حدث توقيت حدث وحدث نعم، لكن اقول لك توقيت حدث توقيت حدث نعم. كذلك شفنا التوقيت مثل ما قال مبارك قبل شوي، قال هجن تكسر التوقيت، تكسر الثلاث وما تدخل في العشر مراكز الاولى. دل على شيء، دل على قوه المشاركه ومؤشر كبير بان الموسم هذا موسم يعني يبغي نوعيه. الرجال اليوم عنده مطيه ما زال مشكك في سبقها، فأفضل له من الحين تغادر عزبته قبل ما تزيد عليه الخسائر. لكن يعني العرب الحين ما قاموا يمسكون حي الله مطية، لازم تكون مطية قوية، لأن هناك طال عمرك فيه شيء خلى العرب يهتمون في هذا السن ويحضرون النوعيات، اللي هي مؤسسة هجن الشحانية اللي السنة هذه أبرمت أعلى صفقات مشترى في سن المنفرد. نعم طيب، العرب الحين كل ملاك الهجن عيونهم صوب هجن الشحانيه، وكل راعي سبوق محضر الهجن الشحانيه، يعني يتمنون انها تنتقل للمؤسسه الغاليه عندهم، واكيد القائمين على هذه المؤسسه بينتقون النوعيات الممتازه، نتمنى من توفيق. امين. والقادم بيكون اصعب لهذا السن، يعني بنتكلم عن بعد شوي على اشواط ونشوف هجن يعني في مسافه 2 كيلو ما طلعت الا في الامتار الاخيره، دليل انها بكره في 3 كيلو يعني بتكون رقم صعب في هذا فئة العمرية. مبارك، إلى أي مدى ساهم مهرجان المفاريد في هذه القوة الفنية اللي نشاهدها اليوم؟ أعلى توقيت اليوم في المركز الأول كان 54، فهذا دليل على أن القوة حاضرة. 48 في شوط القعدان الثاني عليه 49 50 51، فأثقل تيم اليوم كان 54. أبو محمد، بالنسبة لركض المفاريد شفنا مردوده اليوم في ميدان الشحانية، حصل على نقاط عديدة، وفي هجن مسميهم عروفة شفناها في ركض المفاريد ما ركضت في التمهيد الأول، لأن يمكن جاتها ضغوطات في المراكيض الصيفية، لكنهم فوتوا التمهيد الأول، بنشوفها في التمهيد الثاني. حلال طيب، حلال يعني له جماهيرية، فركض المفاريد يعني سوى نقلة نوعية لهجن المقيضة في ميدان الشحانية. وشفنا اليوم عدة نقاط حصلت عليها الهجن المقيضة في قطر، نقاط مراكز أولى، يعني مش منافسات بس، لا حصلوا على أشواط في المراكز الأولى. وراح نشوف كذلك في السباقات الجاية هجن شاركت في المركض الصيفي، المركض اللي قيم في ميدان الشحانيه، ولا حصلت على مراكز اولى في فتره الصيف، كان بس دخولها تجهيزي. صح. راح نشوفها للحين في طور التجهيز، راح نشوفها في المهرجانات او في السباقات القادمه او المهرجانات الغريبه اللي راح ان شاء الله تحصل في ميدان الشحانيه، راح نشوفها حضورها حضور قوي مطلوبه منها بدايه التمهيد الاول، يمكن ما راح نشوفها في مستواها في التمهيد الثاني، لكن على التمهيد الثالث والتمهيد الرابع وصول للتمهيد الخامس للمؤسس راح تشوف الهجن المقيضه في قطر في قمه استعدادها. صح. اليوم درعوي يقصد نفسه. نعم. مبارك بدا يكشف من النيابه في سن الحقائق. الله يوفقك. في المفاريد كان مشاركه عاديه، لكن الحين لا لا ما لكن اليوم كان في مشاركات والبصير على بكره بالورع العفاري حضرت اليوم جابت افضل توقيت سابقه الشوط الاول. صاحبه الشوط الاول ميدان الشحانيه ميدان الجنوبي، وصاحبه الشوط الاول اليوم في ميدان البصير. نعم. فهذا يدل محمد ان السوق موجوده عندنا هنا مقيضه مقيض طيب، وفي هجن مستعده. صحيح. قلنا حصلت على نقاط وعلى مراكز اولى، وفي هجن في طور الاستعداد. نعم. اذا مشاهدينا الكرام نهني انفسنا جميعا ببدايه هذه الاشواط لموسم نتمناه ان يكون موفقا على الجميع. في 21 من شهر سبتمبر الجاري بدأت الإثارة في ميدان الشحانية مع الأشواط المفتوحة لسن الحقائق، وجاءت الهجن التي تحمل لواء هجن الغرافة بالألوان الزرقاء والصفراء لتحضر حضورا قويا بشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، شعار أبو عبد الله، الشعار الغني عن التعريف. يحضر مقدما لنا هدادة التي أصدرت تهديدا واضحا وصريحا لكل المشاركين، ونجحت بقيادة المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي من تحقيق المركز الأول بتوقيت زمني قدره 2:53 و31 جزءا من الثانية. نتقدم بالتهنئة إلى سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مالك هذا الشعار، مالك هجن الغرافة الذي قدم الأسماء الكبرى في عالم رياضة سباقات الهجن، وكانت له الأيادي البيضاء على خدمة هذه الرياضة العربية الأصيلة. المبروك، وتستاهل يا أبو عبد الله هذا الانتصار مع هدادة وناموس أول أشواط موسم 24-25. سالم بن عامر المدهوشي المضمر المدهش، تستاهل فوز هدادة بالشوط الرئيسي المفتوح. يا مرحبا ومسهلا ابو بريك، وتستاهل خير من الله وعافيه بوجودك اليوم المدهش. الحمد لله رب العالمين، طول الله عمرك. اليوم طال عمرك التمهيدي الاول معروف، والحمد لله دخلنا حجوان انتاج، والحمد لله حالفنا الحظ حجوان سبق وطيبات. الله يوفقك، هذا دليل على حلالك جاهز من البدايه. هي المدهش والله ايش بنقول لك، اذا قلنا لك ما بجاهزين جهوزنا يمكن شويه اقل جهوز، يعني يمكن نسبه 60-70 بنعطيها الرقم. غير الحجوان هذا لا صعوب، ما اشتركن ولا تحملن ولا خازن من الشحانيه، الا علقناهن علقناهم والله طال عمرك وحدهن، وعلقناهم مره في الصناديق هذا الصندوق وسبقن الحجوان ما شاء الله من دخلناها سبقن عندهن سبق، واليوم هذا اشتراكنا الرسمي اول اشتراك. ولكن انت يبدو من خلال اليوم سبق ومنافسات، اليوم ما شاء الله تبارك الله الغرافه اليوم في الصدار. والله يا محمد الحمد لله رب العالمين، اول طال عمرك الحشوان ما شاء الله من عسفناهن حصلنا سبق فيهن، ومن تكون السبق عندك بتحضر. وش سلاله هداده؟ سلاله هداده الوسمي، وسمي سعاده الشيخ حمد بن قاسم، وهذا كله اللي نافسن واللي سبقن كلهم بنات الوسمي، ما عندنا غير الوسمي. ما شاء الله على سلاله الوسمي مميزه. الحمد لله طال عمرك الوسمي يجيب سبق، وانا اقول انه في خاطري هذا البعير انه بيجيب بعد نوعيات، مش نوعيه لسبق، بيجيب نوعيه رموز. سالم انجاز انك في الانتاج بكره انتاج وتسبق في الشوط مفتوح. والله سبحان الله الحين خلتنا البكر نوديها، من فحمنا البكر ما شاء الله عليها يعني نوعيه، وقلنا بنوديها في الشوط المفتوح. الناقه ما شاء الله ما بعاديه، الناقه في التعاليق وفي التفاحيم الناقه مش عاديه. وفي الشوط الرئيسي الخاص بالحقائق القعدان جاء عاصب حاملا لنا شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني بقيادة المضمر حمد بن طالب بن عمارة الجربوعي لينتزع المركز الأول في الشوط الرئيسي بتوقيت زمني قدره 2:57 83 جزء من الثانية. نتقدم بالتهنئة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الذي أيضا قدم الأسماء الكبرى في هذا العالم الساحر، الميهولة وغيرها من الأسماء. ونقول سلام العين خالد، الناموس الأول راح الغرافة والناموس الثاني لها العين خالد، وتستاهلون هذا الانتصار. طالب وش سلالة عاصب؟ سلالة عاصب على راهي العقدة. ولا دراهم. اي نعم. نعم، انتاج راهي ما شاء الله من العام نشوفه مثل ما يقولون مميز، والله الحمد لله انتاجه طيب. وش ابرز مشاركاته قبل السباق المحلي الاول؟ القعود عنده دخول في الطائف في الختامي، اول دخول له جاء رابع. اول دخول وذا ثاني دخوله. يعني ما شاركت له في الختام؟ لا نعم ما شاركنا له في الختام. الله يبارك فيه. وكيف شفت منافسات المحلي الاول؟ والله المنافسات المحلي الاول ما فيها كلام، ركض قوي وكثره اعداد. هذا اللي متعودين عليه دائما مراكز قطر. نعم. كانها ختامية. نوعية تفرض نفسها أبو طالب. هذا الكلام الصحيح. سبق دور سبق. هذا الكلام. مع الزحمة. وفي الشوط الرئيسي الخاص بالإنتاج لحقائق البكار جاءت هند لتنتزع المركز الأول بشعار سعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز آل ثاني، وأيضا شعار الشيخ سعود بن علي، شعار قديم من التسعينات يمكن حتى من قبلها بعد، حاضر في ميدان الشحانية ويقدم لنا كل ما هو مميز. نقول ألف مبروك للشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن أحمد آل ثاني، هذا الفوز لهند التي جاءت لتحقق المركز الأول وبتوقيت زمني مقداره دقيقتين و59 ثانية و71 جزء من الثانية بعد منافسة قوية في هذا الشوط. وفي شوط القعدان استطاع حالول أن ينتزع المركز الأول بعد منافسة قوية كانت في هذا التحدي. هنا في ميدان التحدي حالول حل في المركز الأول مقدما حضوره القوي بشعار هجن أم الزبار وبقيادة المضمر سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري، وبتوقيت زمني مقداره دقيقتين 58 ثانية 97 جزء من الثانية. هنا لحوق حالول في الأمتار الأخيرة واختطافه لناموس المركز الأول. نقول المبروك لهجن أم الزبار ولسالم بن سعيد بن دلهم. إذن ألف مبروك لكل الفائزين في هذه الأشواط الأولى. في بداية الموسم فهد شاهدنا هدادة بشعار هجين الغرافة، شعار الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. شاهدنا عاصب بشعار الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني في الأشواط المفتوحة. بعد ذلك شعار الشيخ سعود بن علي آل ثاني يقدم هند، وهجن أم الزبار تقدم حالول في أشواط الإنتاج. نهني جميع الفائزين، ونهني بداية سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وسالم بن عامر المدهوشي على هذا الإنجاز الغير مستغرب، على هذا الشعار. يمكن هداده مثل ما ذكر سالم بن عامر المدهوشي انها تنحدر من سلاله الوسمي، ومن الانتاج وراحت الاشواط المفتوحه. اليوم الاربع اللي راح نحل عليها في اشواط الشيوخ كلها من انتاج العزب نفسها. هداده اليوم في ركضها كان مميز، قامت بمقدمه الشوط وحطت فارق بينها وبين الحلال، وعندما صدرت عليها الاوامر الثار النهائيه شفنا نهايتها طيبة، سوت فارق تقريبا 3 ثواني بينها وبين المشاركين، فحضورها كان مميز وتنحدر من سلالة الوسمي بعير الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل. كذلك عاصب للشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني تحت تضمير وقيادة حمد بن طالب بن عمارة. شفناه منافسته مع ذياب لهجن أم الزبار، منافسة للأمتار الأخيرة، لكن عاصب كانت الكلمة في الأمتار الأخيرة، وعاصب كذلك من إنتاج الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. الأشواط اليوم اللي سبقوا فيها الأشواط المفتوحة من إنتاج العزب نفسها. صحيح. هذا يدلدل على النوعيات اللي امتلكوها واللي شروها من سنوات وأنتجت سواء من أفحل ولا من الإنتاج. وثقة المضمرين. نعم. بعد في هجنهم. نعم. نعم. والأشواط الإنتاج موجودة. صحيح. وكذلك نهني الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز الثاني على حضور هند للشوط الرئيسي البكار، كان حضورها مميز، ونشكر الشيخ سعود بن علي الثاني على هذا الانتاج المميز وحضوره في اشواط الانتاج. الشعار له جماهير وله حضور. وكذلك نهني مؤسسة انتاج أم الزبار على حضورها في جميع الاشواط اللي حضرت فيها انتاج أم الزبار، كانت حاضره وحضورها مميز. لا يفوتنا نهني المضمر سالم بن سعيد بن دلهم على حضور حالول، وشفنا حالول في الامتار الاخيره يمكن بدل المشاركين الامتار الاخيره واستطاع انتزاع هذا الشوط. هذا دلدل على امكانيات حلول وقدراته المسافات المتبقيه والمسافات القادمه. نهنيهم هذا الفوز ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وكذلك نهنيهم بعد بروز انتاج الفحل عفرين. نعم. اللي ينحدر منه سلاله هذا القعود من انتاج ام الزبار. عفرين وش سلالته فهد؟ عفرين والله عفرين انحدر سلاله عز الجيش. بعين الان في حميه ام الزبار. هو الابيض اللي كان يركض باسم هجن الشقر. عفرين كان ياخذ رموز بشعار هجن الشقر. نعم. هذا انتاجه. فهذا من الركاب اللي طالع في المشهد الجديد. فنتمنى لهم التوفيق ونهني جميع من فازوا، ولا يفوتنا كذلك ان نهني سعاده الشيخ حمد بن جاسم مالك هجين الغرافة على صاحب بروز انتاجه اللي نشوفه كل موسم. نعم الوسمي صحيح. نعم. اذا بعد اشواط هجن اصحاب السمو الشيوخ الاشواط المفتوحه كان الموعد مع الاشواط العامه. نبدأ مع الإنتاج وجاءت لهبه لتمثل أشقائنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة وممثلهم المميز فهيد بن محمد بن بيشان العجمي الذي قدم لهبه لتسجل الحضور المميز وكذلك تسجل التوقيت الأفضل على مستوى أشواط الحقائق. توقيتها دقيقتين 51 ثانية و65 جزءا من الثانية. كانت المنافسة بين لهبه وبين العبور لفران بن عتيق المري، لكن استطاعت لهبه أن تثبت وكانت مميزة في حضورها وفي قوتها وفي اندفاعها وفي رغبتها الواضحة بالبقاء في المقدمة رغم محاولات العبور للعبور، إلا أن لهبه كانت سدا منيعا أمام طموحات كل المشاركين ونالت وظفرت بالمركز الأول. نهنئ الوالد محمد بن فهد رزق العجمي بن بيشان على هذا الفوز وهذا الانتصار. الفوز في بداية الموسم أبو محمد يعطي المضمر ومالك الحلال أريحية، كيف شفت الفوز وهذا الحضور اليوم؟ والله الحمد لله، ركض الحشوان زين وأمورها طيبة الحمد لله. لهبه وش سلالتها ومشاركتها؟ أمها على الساعي وهي على لهب. على لهب؟ بعير بن حمدون. نعم. ومشاركتها قبل اليوم؟ والله أول اشتراكاتها ركضتها جاء الثالثة وركضتها جاء الثالثة ولا مسبقت. وكم شوط خدتها اليوم؟ 3 أشواط. 3 أشواط. كم مرة ثانية؟ شوطين. ما شاء الله تبارك الله، اليوم ابداع. الحمد لله رب العالمين. نعم، كيف شفت المنافسه في المحلي الاول؟ العرب يقولون جاهزين. والله الركض زين وعاد ما هو بالقوه اللي تقول انه مره العرب جاهزين مره واحده وحنكن احنا اياهم، لكن ان شاء الله نقول كل المراكض الجايه قد اقوى. بيكون الركض اقوى. نعم. وفي الشوط الرئيسي الثاني الخاص بالحقائق القعدان الإنتاج رسى راسي على المقدمة واستطاع أن يقل الشعار المعروف شعار راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبه المري إلى المركز الأول بإتقان وبحضور مميز وبفارق بينه وبين المشاركين تقريبا أكثر من ثانيتين. نقول ألف مبروك الراشد بن محمد الزقيبة على فوز راسي بالمركز الأول. راسي رسى في هذا التحدي وكان عملة نادرة في هذا اليوم. نقول ألف مبروك للزقيبة وتستاهل هذا الانتصار. وش سلالة الراسي؟ سلالته أبيها الهدهد بعير المسند وأمه البويضاء من خيرة البل عندنا في العجلة. الناموس يا ابو راشد في بداية الموسم واعلان يعني تطمئن من خلال الناموس ذا اليوم ان عزبتك جاهزة ومستعدة الموسم. الله ان شاء الله تستاهل خير تستاهل خير وعافية. ايش يعني لك الناموس في بداية الموسم؟ شيء طيب، هذا حال طيب ان شاء الله. العزبة مستعدة ان شاء الله. ايش اللي شاركته اليوم غير الراسي؟ شاركت مع مطايا وتوها. مطايا القعود حتى القعود بنفسه هذا 3 دخول له. اول دخول جاء ثاني، ثاني دخول جاء ثاني ولا قضيت القعود ما يصير الا تضربه. يعني ايه؟ واليوم الله يبارك فيه. الله يبارك. قلنا بنجهزه. يعني القعود هذا يسمونه النوعيه، اذا جاتك النوعيه وانت مقدمه في الشوط الرئيسي اصلا. صحيح الله يبارك فيه، القعود نوعيه. حلال اللي غير طيب اليوم هو نوعيه وسط. هو نوعيه فارقه. اماتها طيبه ان شاء الله. امات اليوم قربت من السبق ولا لا؟ لا قريب ولكن كلها على 3 دخول وبعضها اليوم اول دخول، عندي بكره اول دخول لها صعب وقفت على الصنقل. انت معي؟ لكن القعود الله يبارك فيه نوعيته غير عن الحلال وغير عن ماته، واليوم الله يبارك فيه. إذن ألف مبروك. لهبه تهدي الأشقاء في المملكة العربية السعودية انتصار مميز هنا في ميدان الشحانيه بشعار فهيد بن محمد بن بيشان العجمي. نقول الف مبروك ابو محمد. وراسي الزقيبه فهد يتالق في شوط القعدان الانتاج سن الحقائق. يستاهلون جميع من فاز في صباح هذا اليوم. احنا الصراحه استمتعنا وشفنا توقيت مميزه وشفنا اداء لهذا سن الحقائق، اداء مغاير للامانه. يعني شفنا بكره فهيد محمد بن فهيد جايبه طعامك دقيقتين 51. البكره ما شاء الله كان تبارك الرحمن، كان اداء متميز على الرغم من وجود منافسه من العبور بكره فران بن عتيق، لكن لهبه كانت بالمرصاد وكان ادائها صراحه مميز. واليوم هي من الهبت هذا الشوط في صباح اليوم، مو باليوم فهد، عفوا اللي هو في يوم الامس. نهني طعمك هذا الناموس ويستاهل طعمك هذا الفوز، ومتنحدر من سلاله طيبه مثل ما تكلم اخونا مالكها. ابوها طال عمرك لهب بعير حمدون بن ماجد ولد لهب يمكن، وامها طال عمرك بنت الساعي، وسلاله ركض وسلاله سبق في تنحدر من هذه السلاله. كذلك نهني مالك راسي راشد بن زقيبه. راشد الزقيبه من المضمرين والملاك المعروفين على مستوى المشاركات في السنوات السابقه والحاليه. ينحدر هذا القعود من سلاله الهدهد، مملوك للسيد ناصر بن عبد الله المسند الهدد، صاحب الرموز في ميدان الشحانيه والميادين الخارجيه، وامه من خيره الب اللي يمتلكها راشد الزقيبه. وشفنا له اداء صراحه متميز وتوقيت كذلك مميز دقيقتين و54. يمكن احنا في بدايه المشوار راشد الزقيبه شفنا له قعوده، هذا شارك عندنا في المهرجانات في المركز الصيفي وشفناه طال عمرك سبق وحقق المركز الثاني تقريبا، ولكن اليوم شفناه باداء مغاير. فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين إن شاء الله، وإن شاء الله راح نشهد منافسات قوية وطيبة طيلة هذا الموسم بإذن الله. مشاهدين الكرام نروح معكم إلى فاصل قصير، نعود من بعد لمواصلة الحديث عن الأشواط التي استكملنا فيها سن الحقائق مع هذا اليوم أشواط الحقائق العامة، شوطين مهمين شناح والمهندس صاحب التوقيت الأفضل بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل لنواصل معكم الحديث في برنامجكم برنامج الريس، ونتحدث عن الأشواط التي كانت في هذا اليوم. والبداية كانت مع الشوط الرئيسي، الشوط الأول شناح التي تألقت وحققت النجاح في هذا الصباح والاكتساح والنجاح مع شناح. ألف مبروك لأخونا عبد المحسن بن طالب بن عمارة الجربوعي المري على هذا الفوز، وكان الموعد مع التوقيت دقيقتين و52 ثانية بالوفاء والتمام. شوط مميز حضرت فيه المنافسة وكانت الإثارة حتى الرمق الأخير، إلا أن شناح توجت بالمركز الأول رغم منافسة لمحة والغزي لسعد بن سعيد الرفادة. شوفوا الآن التسلل والدخول من شناح التي جاءت من الجهة اليمنى لتواصل مسيرها نحو الأمام مسارا مستقيما لا رجعة فيه عن تحقيق الانتصار. نقول ألف مبروك لعبد المحسن بن طالب بن عمارة على هذا الفوز، والتوقيت الزمني دقيقتين و52 ثانية وفاء وتماما. تحقق شناح الناموس في هذا اليوم. أمس ماخذ شوط القعدان الشيوخ، واليوم ماخذ شوط البكار المفتوح مع شناح. تستاهل جعلها موسم دايم. تستاهل خير، الله يطول عمرك والحمد لله على التوفيق. ابو طالب هذا يسمونه تألق، انت في السباق المحلي الاول متألق مثل ما يقولون. الحمد لله رب العالمين، اذا قد السبوق موجوده عندك تألقت انت، لكن عدم السبوق ما حد بشايفك ولا بداري انك مشارك بعد. صحيح، الله يوفقك يا ابو طالب. السبوق ولا المضمر، في بعضهم يقول لك المضمر يعني طور المطيه وخليها افضل، تكون في افضل مستويات. لا والله، لا والله، انا وجهه نظري انها السبوق. السوق إذا قدها موجودة شافوك، إذا غابت السوق عنك ما حد يدري أنت. ما تطورها؟ لا لا لا، السوق أهم شيء السوق. صدقت أبو طالب. وش سلالة شناح؟ سلالة شناح بها على الساعي بعير الفراج. شناح؟ أي نعم. المخذ الشوط الرئيسي. الله الله، من إنتاج الفراج. مشاركاتها قبل الشوط الرئيسي اليوم؟ والله مشاركة في الطائف مرة جاية ثانية فوتو فينش ورابع. عندها مشاركات ومنافسات وعندها سبق فطيم في بشاير. كم نقطة أخذت اليوم يا أبو طالب؟ أخذنا نقطتين ووصيف كم مرة. واللي أخذت سبقت شو اسمها الثانية؟ قلع. وش سلالتها؟ على كرار أم الزبار. تحب سلالة كرار؟ في حد اليوم ما يحب سلالة كرار؟ لا، السر دائما نشوف عندك إنتاج كرار. السر أنها سلالة فل. وفي الشوط الرئيسي الثاني، هذا الشوط المميز، استطاع المهندس أن يحقق الناموس والتوقيت الأفضل على مستوى منافسات الحقائق في هذا السباق المحلي الأول. نقول ألف مبروك للراعي المهندس مبارك بن سالم بن مبارك الفهيدة المري، دقيقتين 48 ثانية 77 جزء من الثانية. أشقر حل في المركز الثاني وكذلك توقيته ممتاز. أشقر البندر بن سالم بن مبارك النابتي المري، دقيقتين 49 ثانية 40 جزء من الثانية. وشديد بهران بن قريع جاء في المركز الثالث. ولكن ألف مبروك للمهندس وراعي المهندس مبارك بن سالم بن مبارك الفهيدة المري. مبارك بن سالم بن وحير، تستاهل فوز المهندس بالشوط الرئيسي المفتوح. تستاهل خيرنا في ذاك. مرحبا بك. سالم، وش سلالة المهندس؟ أبيه شيء بعيد محمد مشير شاهين، وأمه على شاهين حمدان، من إنتاج مبارك بن سالم الحليري. نعم. وهني الناموس لمحمد المشير إخوانه والمبارك بن سالم الحليري على الإنتاج. يستاهلون. والأكيد يمكنك شاركته في ميادين أخرى قبل اليوم تجهيز. البعير ما سبق في السيح، سابق في الطائف، وجاي خامس على الرمز في الطائف من دونه ما اشتغل عليه مره واحده. ما شاء الله. الله الله. نعم. كيف شفت بدايه الموسم وقوه المشاركين في بدايه الموسم؟ والله العرب قويين، مستعدين، العرب مستعدين بدري كلهم، لا هل الطائف اللي فيه ولا هل قطر. نعم. خدمهم الركض الصيفي. صحيح. شاركت شيء غير مهندس يا ابو سالم؟ شاركت كود رقم ساعه 5. عندك شيء ولا خلاص؟ سلامتك. عندنا في اللقاء عندنا ما خد بخليه باذن الله. إذا ألف مبروك لكل الفائزين والمتوجين بالمركز الأول. حظ أوفر لمن لم يحالف الحظ في هذا الموعد. شناح تتألق بشعار بن عمارة فهد، وتوقيتها دقيقتين 52. والشوط القعدان كان الشوط المميز اللي كان حديث الناس اليوم، شوط المهندس مع بن وحير جاب 48، وقعود النابتي وراه 49. صحيح. أول شيء أنا حمد ما فهد. حمد. تصحيح. نعم تفضل. احنا فهد ما اخذ قلوبنا الله يسلمك. غالي. اي نعم. ابو مبارك غالي وابو علي بقى. لا المقصود ابو علي. نقول لك مبارك للربع اللي فازوا. شناح فقط بن عماره، وله غريب على شعر بن عماره. اذا عين السوق مثل ما قال قبل شوي، اذا قد حصل السوق طلع بن عماره على الشاشه وشافوه العرب. اليوم شفنا شعاره على ظهر شناح اللي صراحه ما كنا متوقعينه من متابع الشوط. توقعنا ان الشوط بيكون ما بين لمحه اللي ما قصرت بكره بن قريع على بكره فران بن عتيق، والغزيل بكره الرفاده، منافسه قويه. الامتار الاخيره لحوق شناح انفرادها في النهايه اعطاها الافضليه، والعرض ممتاز، وراعيها عاده داخل البكره مثل ما سمعنا قبل شوي. وفيه بادره طيبه شفناها قبل شوي في اللقاءات، سواء كان مع بن عماره ولا مع وحير، ذكروا المنتجين وهذا شيء طيب. ذكر مالك منتج البكره المطيه، هذا نتمنى من ملاك الهجن دائما اللي يفوزون يذكرون المنتج، له حق، هذا اقل حق له يذكر انتاجه. نبارك للفراج على نوعيه شناح اللي طالع من انتاجهم. كذلك شفنا المهندس اللي ما اكتفى بالسبق، قعود قدم عرض ممتاز، توقيت مميز. المطيه اللي تسجل افضل توقيت على مدار اليومين، اليوم الاول يجمع هجن نوعيات تكلمنا عنها، ويجمع هجن مؤسسات. شفنا هجن مشتراه واليوم الثاني كذلك النوعيه حضرت والتوقيت الزمني حضرت مطيه تسجل افضل توقيت، فهذا يعطي راعيها الافضليه ويزيد ناموس اخر تسجيله. كذلك البطل اللي تكلمت عنه اشقر، هذا شعر من الضعيف شفنا المستوى الطيب اللي منافس الى خط النهايه مع المهندس، ولا بغريب على من الضعيف اذا حصل السوق اللي نوعيه اشقر. بن قريع جه ثالث بعد، بن قريع جه ثالث على شديد وبن قريع نافس على كل الاشواط وشوف فران بن عتيق يمكن ما شفناه في ميدان الطائف، ولكن هذا المضمر يعني خطته السنه هذه مختلفه. رجل يملك نوعيات ورجل يمكن من اكثر ملاك الهجن اللي يبرم صفقات لشعاره يشتري قيض كله. ما فران يعني ما ارتاح يشتري مشتريات، يبغي مثل النوعيات هذه اللي تشيل شعاره. ونقول ان شاء الله ان الله كنت تتكلم عن اشقر حمد. اتكلم عن اشقر قعود من اقوى القعدان، ينحدر من سلاله سياف ولد هياض، الماركه اللي طالعه على ساحه هياض ولد سياف. انا وش قلت سياف ولد هياض، يعني سعد يخطي وحمد يخطي. احنا نصلح. لو اني ما اخطيت الليله مو بيصيرني حالك، لكن الحمد لله اني اخطيت. الحمد لله. المهم اشقر طال عمرك شعار من الضعيف نشوفه، يمكن شفناه العام الماضي حامل رمز على لهوب، والشعر هذا دائما اذا ملك النوعيه يعرف وين يحطها. دائما نشوفه دائما الاشواط الرئيسيه، نبارك لها الضعيف وجماهير هذا الشعر له جماهيريه كبيره بما فيهم انا. نعم. الله يوفقهم. امين يا رب العالمين. ابو حمد، اذا تكلمنا على هذا المستوى هذا لم ياتي من فراغ. سباق المفاريد الصيفي ساهم مساهمه كبيره في رفع المستوى اللياقي للهجن اللي قيضت في قطر، وبالتالي جاءت نتائج ايجابيه على مستوى هجن اصحاب السمو الشيوخ او حتى على مستوى الهجن العامه. اضف الى ذلك نظام التعليق خلاك تروح في برنامج تدريبي واضح ومعروف، مطيتك مهمة ضاغطة مع مطية أكبر منها في العمر، وبالتالي أيضا من الأمور اللي ساهمت في رفع المستوى عندنا في ميدان الشحانية. محمد مو إنه ما جاء من فراغ، ما جاء من قبل. المستوى هذا ما شفناه من قبل، يعني التيم هذا دقيقتين 48 أو 49 ما تسجل ميدان الشحانية قبل الموسم هذا. لو نشوف المواسم اللي طافت يمكن افضل توقيت جاب 51. فالتيم هذا يجي ومو في التمهيدي الاول، قبل التمهيدي الاول بعد شفناه. هذا يدل ان الهجن مستعده استعداد قوي، يعني راح يكون لها يعني نصيب الاسد، نتمنى لهم نصيب الاسد في الموسم. يعني بدايته كانت بدايه موفقه، وان شاء الله راح تستمر من الافضل الى الافضل. اكثر الاشواط نشوفها 50 معلقين على 50. في هجن سبقت وعصاه في الابطان جايبه 50، يعني هذه لو اول مره عليها كم بتجيب 47 46. يعني السنه هذه جهوز العرب حلالهم، عندهم نوعيات طيبه. هجن سبق وجهوزها جهوز طيب، فمطيه تسبق بدون تكلف عصاها بطانها، يعني عاد عندها زود، عاد عندها مخزون اقوى من مخزونها اللي ادته. فالهجن وصلت الى مراحل يعني ما كنا متصورينها ولا كنا متخيلينها من قبل. ترى فرصه للمستثمر. نعم، فرصة للمستثمر المشترى عندنا الحين. لا، وهجن كم تم امس واليوم اركضها هجن مؤسسات. المستثمر طال عمرك فرصته يشترينا الحين مثل ما قال ابو حمد. نوعيات حضرت، نوعيات شفنا تواقيت زمنيه، والهجن لحد الحين يعني ما زال يعني اسعارها في المعقول. بكره كل ما قربت المهرجانات وبانت المطيه واثبتت وجودها في اكثر من مشاركه اكيد سعرها بيرتفع. بعدين لذلك حتى المؤسسه، حتى على مستوى المؤسسات مشترى الحين من صالحهم. اول شيء عاد الهجن مذخوره وعادها بدايه الموسم، ويقدر حتى المؤسسه لو بغت تطوره في المستقبل وبتحافظ عليه. السبب موجود واجد ابو محمد. اكثر الاشواط فوت فنش، يعني لو ان السبوق واحد ولا ثنتين بنقول قيمتها السوقيه بتكون عاليه على المستثمر. لكن السبق متوفر في جميع الاشواط، اللي تسبق تيمها قوي واللي جاي ثاني عليها تيمها قوي. انت الحين سوق الخيار على بعض. تختار اللي تبغى. تكلمت ابو ساعه ابو محمد عن ظهور شعار فران بن عتيق بن قريع، يمسيه بالخير، حاضر في اكثر اغلبيه الاشواط، كان في دائره منافسه، لكن حضر لنا في الشوط الاخير بدانه من دانات الهجن. صحيح. في الشوط الاخير حضر بنوعيه هاي ترى شاريها غاليه بعد. شاريها ب 400,000 تقريبا وما يقارب المبلغ هذا من ميدان الشهيد في الكويت، لكن حاضرين في مركز الكويت. بكره بن دلوان. نعم، بكره بن دلوان تنحدر مساله الشهاب بعير بن دلوان. نعم. شفنا حضورها في الشوط الاخير، كان حضورها مميز وسوت فارق اليوم في الركض وفي الاداء وفي الشكل. نهنيه الناموس. وهذه النوعيات اللي يقتنصونها الملاك في فترة الصيف أو هذه بينت اليوم عندنا. صح، سلالة شهاب بن دلوان. نعم صحيح. نعم. أبو مبارك، إذا تكلمنا على اليوم السوق، عندك مؤسسة تعتبر من المؤسسات الرائدة اللي احنا نفتخر أن من جماهيرها، مؤسسة هجن الشحانيه، بدأت في هذا الموسم من جائزة ولي العهد في المملكة العربية السعودية الشقيقة. يمكن صفقات يمكن أكثر هل الهجن يعرفها، منها الحاتمية وغيرها من الأسماء الكبيرة. يعني هجن الشحانيه بادية من سن المفاريد، الآن انتقلت بعد سهيل إلى سن الحقائق هذه الهجن، وبالتالي هجن الشحانيه دائما وأبدا تؤسس لهذه القاعدة اللي تستند عليها في قادم السنوات، ونقول هجن الشحانيه شغلها مميز واستراتيجيتها واضحة منذ سنوات، وبالتالي هذه السياسة تفرحنا حتى حنا في بداية الموسم أن ترى هجن الشحانيه عينها صوبكم. صحيح أبو محمد، لا يخفى على الجميع اليوم طال عمرك لو أنك بتأسس لك بيت بتبنيه على طول لازم يكون له قواعد وأساسات ثابتة. صحيح. اليوم طال عمرك النوعيات الهجن الموجودة في السن الكبير، كل ما تقدمت السن الكبير ما انت تدور الذلول اللي تبيها لشوط الصيف. السبوق موجوده في كل زمان وفي كل مكان، ولكن التاسيس في القاعده الاساسيه. احنا طبعا نشوف مشتريات دائما في سن الحقائق، لكن شفنا السنه التوجه مغاير، اتجهوا الى سن المفاريد. تم شراء صفقات من خلال المشاركه في مهرجان ولي العهد، في المهرجان الصيفي كذلك عينوا نوعيه الله يبارك لهم ويعوض رأيها خير منها، ويرزق الشحانيه البكره هذه اذا الله اسلم قوايمها، من اشجع ومن اخطر الهجن اللي راح تشارك. امس ابرمت صفقه من مالك واحد في ميدان مرموم، بكار المقعودي، خوات شخصيه. نعم. خوات شخصيه مملوك الهجن الشحانيه من الام ومن الاب، انتاج الفارس. شفناها طعمك انتقلت الى مؤسسه هجن الشحانيه. كذلك المشتريات المستمره في كل مكان وفي كل زمان. احنا نشكر القائمين على هذه المؤسسه اللي طال عمرك دائما يدعمون في كل فئات عمريه، وكذلك في اللبنه الاساسيه اللي هي سن المفاريد او في بدايه سن الحقائق اللي هو بدايه الموسم. نشوف نوعيات طيبه متواجده. هذه النوعيات طال عمرك يمكن تشوفها بعضها تشوفها في سن الحيل في اشواط السيوف. صحيح. فنتمنى لهم التوفيق، وهذه خطوه ايجابيه، ونشكر القائمين والمسؤولين والمضمرين على اتجاه انهم طال عمرك يشترون النوعيات الطيبه من بدايه الموسم. ابو محمد، من بعد الساعه 9:30 لا توجه السؤال لابو مبارك ما غيركم فيه. ابو مبارك متعود دائما عن هرقه بدري وانتم تسالونه. اي نعم. عقب 9:30 صار التركيز عندنا ما عاد بقوي، وجه الاسئله علينا احنا الشباب اللي متعودين على السهر وعلى السؤال. بس بغيت المشرة سرينا وبغيت المغباش سرحنا. كفو والله ابو مبارك. زين، فهد المهندي، اذا تكلمنا على هذا الدعم بكل تأكيد بأنه يولد حافز عند مالك الهجن تحديدا في قطر وفي الخليج. هجن الشحانيه ما تحكر المشترى على ميدان واحد من كل الميادين، وين ما كانت السبوق تلقى هجن الشحانيه حاضرة في المفاوضة وأيضا في الشراء. ولكن مع وجود مثل هجن الشحانيه ودعمها المستمر لهذه الرياضة العربية الأصيلة، تجد الكل مجتهد على أنه يجد مثل الدان اللي أنت أشرت لها، دانة فران بن قريع. نعم. شراها من ميدان الشهيد في دولة الكويت الشقيقة. نعم. فوجود هجن الشحانيه يعطينا حنا كمواطنين أيضا الحماس، ونبذل الجهد المضاعف من أجل جلب الدانة. نعم. اللي تنافسنا عند معازيبنا، وأيضا تعود بالفائدة المادية علينا. نعم صحيح. ومحمد، شفنا ثمرة انتقاء هجن الشحانيه وشرائها في سن الحقائق العام الماضي في موسم اللقاية. شفنا تميز هجن الشحانيه في هذه الفئه العمريه، عندها كوكبه من الهجن سواء في اشواط الرموز ولا اشواط ما بعد الرموز. صحيح. في كل الميادين الخليجيه كانت حاضره حضور مميز وحضور قوي، ويشار له بالبنان سواء من مشجعين هجن الشحانيه او كذلك من الشارع الرياضي بشكل عام. هجن الشحانيه تمتلك لها فرقه في سن اللقايه، ثمرت مشترياتها في السنوات الماضيه في التسعير اللي وضعتها، اقتناصها الهجن من الميادين الخليجيه كامله. شخصية مقعودي اللي عندهم الآن من أبرز الجذاع في هذا الموسم، راحوا خذوا خواتها اللي سبقت نقلة جنة من عند المالك وسابقات بتوقيت زمنيه مميزه ثلاث ابكار ثلاث بكرتين وقعود. فدليل على اقتناصهم لهذه النوعيات. الام منتج والاب سلاله الفارس ولدها امس ماخذ الرمز في مهرجان ولي العهد في الطائف. وكل العديد من السبق عليه. السيف. والسيف نعم زاهيه عليه. فاقتناص النوعيات هذه تخلي المالك نفسه يتعب على نقل الاجنه وعلى على اضراب على بعيرين الطيبه لايجاد النوعيات هذه. وكذلك المستثمر محمد يشتري الهجن. شفنا امس بن حطاب الكعبي المسيء بالخير محمد بن ناصر بن حطاب شرى من كل ميادين الخليج، جاب نوعيات مميزه. حضور مشرف في ميدان الطائف على الاعلام وجاب نوعيات عندنا الشحانيه اليوم حصاها ابطان الله يبارك الله يبارك له دجره اعتقد دجره نعم جاب له نوعيات مميزه. انت اذا شريت من المالك ودعمته وخذت من عنده النوعيه ما راح يكتفي بهذه النوعيه اللي باعها عليك، يروح يشتري نوعيه ويجيبها لك لميدانك ولين مكانك. فاغتناصهم لهذه النوعيات يعطي المالك اريحيه واقتناء السلالات لايجادها ان شاء الله للمؤسسات مره اخرى. نعم فهد او حمد عفوا انت الليله ماسك هذه متعمد انا. اذا تكلمنا ابو علي على موسم 24 موسم 25، الموسم طبعا مثل ما نعرف جميعا بأنه موسم طويل ومالك الهجن يحدد الأهداف من الآن أمر ضروري حتى يعرف المهرجانات اللي يستهدفها، لأن المطية في نهاية الأمر ما تقدر تغطي على كل هذه المهرجانات أو كل هذه المواعيد الكبرى. مالك الهجن القطري ما هي المهرجانات اللي يستهدفها من وجهة نظرك حمد؟ أكيد اللي التركيز عليها. أكيد أبو محمد المهرجانات الميدان الشحانيه أكيد من أهم المهرجانات عنده. واليوم مالك القطري ينقسم إلى قسمين، في مالك القطري صيف في ميدان الطائف ويملك أعداد ويملك نوعية مثل الملاك اللي ذكرناهم قبل شوي، منهم فران بن عتيق، منهم بن حطاب، منهم بن جبران، يعني منهم ملاك قطريين ودائما يمثلون مثل منهم اللورد القطري، فعندهم نوعيات. واكيد هذولا بيستهدفون المهرجانات اللي في ميدان الشحانيه والخارجيه، خصوصا المهرجانات الخليجيه اللي بتكون يعني من قبل شهر واحد في 25 وبيكون لهم بصمه اذا الله وفق هجرهم. المالك القطري الاخر اللي مطاياه مقيضه في الشحانيه ولا مقيض يعني نفس مقيض الشحانيه، فهذا اكيد ان راسم الخطه بيكون حتى في الختاميات بيكون موجود. المؤشر بشكل عام مؤشر ايجابي طيب، شفنا حضورهم في ميدان الشحانيه في ميدان الطائف، في الحلقه الماضيه تكلمنا عنهم عن الحضور القطري اللي والانجازات القطريه اللي حضرت. متوقع ان شاء الله والنظره المستقبليه ان شاء الله بيكون المالك القطري له حضور في جميع المهرجانات، وهذه طبعا تعودنا على الملاك حتى ولو كان كنسبه وتناسب مقارنه بدول الخليج اكيد الملاك الخليجيين اكثر كنسبه وتناسب ولكن كعدد يعني كعدد نعم، لكن يبقى المالك القطري توفيق من الله سبحانه وتعالى والجهد اللي يجتهدونه الرجال، سواء اللي يسخي ماله ويجيب النوعيه ولا اللي يجتهد وعند حلاله ويطلع بالنوعيات الطيبه، ونقول ان شاء الله الله يوفقهم وان شاء الله القادم يكون افضل ان شاء الله. نعم مبارك، اذا وضعنا في عين الاعتبار بان ميدان هجن الشحانيه ميدان مرغوب من الجميع، الكل يحب يشارك في ميدان الشحانيه والكل وده انه يكون حاضر في ميدان الشحانيه، قوه منافسه، الاعين خلينا نقول الاستكشافيه من المؤسسات الكبرى تراقب هذا الميدان جيدا، ترصد كل الهجن المشاركه القويه، قوه المشاركه في بدايه الموسم للي مقيد في قطر. محمد هل تضغط مطيته؟ هل تؤثر على مطيته؟ شفنا لأن المشاركات في ميدان الشحانية موجودة وأيضا في ميدان البصير. نعم بالنسبة لميدان الشحانية في ميزة ما تنوجد في أي ميدان ثاني، اللي هو الميدان الرئيسي الوحيد في قطر اللي هو ميدان الشحانية. في ميدان الشحانية أي مطية تسبق حتى لو في الشوط الأخير، في أي شوط تسبق المطية هذه خلاص هذه ما عليه أنها مطية مهرجانات مش مطية تمهيديات، لأن التمهيدي عندنا داخل دورة قوية. نعم التمهيدي عندنا ميدان الشحانية عبارة عن مهرجان لأنه تمهيدي واحد وميدان واحد والهجن كلها السبق مجتمعة في هذا التمهيدي، يعني ما فيه دورة فرعية أن الحلال بيتوزع. وبالنسبة لاقتناص النوعيات خلاص إذا سبقت عندي مطية في ميدان الشحانية هذه المطيه انا كمالكها صنفتها انها راح تكون مطيه مهرجانات، سواء في اشواط الرموز او اشواط السيارات. وبالنسبه للمهرجانات ابو محمد وترتيب راعي لا لكن خل تجاوبني على سؤالي، لاني انا ليه سالتك؟ لان قلت لي ما شاركت انت. ابي اعرف قبل الهوا سالتك عن المشاركه قلت انا ما شاركت. هل المشاركات باعتبارنا هذا الميدان ميدان مستهدف من الجميع والضيوف عندنا باستمرار في هذا الميدان، هل تؤثر المشاركه في بدايه الموسم على المطيه المقيضه في قطر؟ لا مو بأنها تأثر، لكن أنا إذا عن نفسي أنا جهوزي متأخر السنة هذه. أما بالنسبة لأهل الخليج اللي يشاركون عندنا أنه يستقطب الجمهور الخليجي. ميدان الشحانية في مؤسسة في ميدان الشحانية تشتري من أول القيض لين الحين وتشتري، العالم كلهم يبون البيع. ثاني شيء ميدان مرتب منظم وانطلاقاته سلسة والتعامل فيه من قبل اللجان سلس، فكل شيء متوفر عندهم هنا. كل شيء ينقص محتاجه راعي المطيه، راعي الضلول، عن المراكيض موجود عندنا في ميدان الشحانيه. فلازم الناس كلهم بيحطون ميدان الشحانيه انه يعني من افضل الميادين عندهم، لان الشحانيه الحين تقريبا هي اللي اكثر مؤسسه تشتري. فبيجي عندهم هنا في ميدانهم يسبق في شوط واحد، هذا عباره انها مثل ما قلنا خذ ليسن. هذا من جانب ميدان الشحانيه، اما من جانب الاشتراكات او المهرجانات المستهدفه كالمالك القطري يعني اولوياته ثلاث مهرجانات اللي في ميدان الشحانيه بدايه بالمؤسس. واي مهرجان خارجي ما يصادف مهرجان عندنا في قطر اكيد انه راح يحمل ويشارك فيه، يزيد جهوز مطيته، جهوز تحميل، الاشتراك، المهرجان يرجع ميدانه هنا. لكن المهرجانات الاساسيه مهرجان المؤسس، نعم، سمو الامير الوالد وسمو الامير. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه. يمكن وصلنا الى خط النهايه في حلقه هذه الليله. اشكر زملائي المحللين وشكر خاص لفهد بن علي المهندي. شكرا لك ابو علي وتسلم وما قصرت، شكرا لك. شكرا لكل الزملاء: فهد بن مبارك بن حباب، حمد بن علي بن جرحب، مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفه. وباذن الله نلتقيكم مشاهدينا الكرام في الاسبوع القادم. الى ذلك الحين من فريق العمل لكم اجمل واطيب تحيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.